بجرأتها في طرح القضايا، ما جعلها تركب الصعب وتتعرض في بعض الأحيان للانتقادات. لكنها تقول بأنها لا تستسلم بسهولة وإنها عنيدة جداً. أصبحت أول امرأة في الجزائر تؤسس جريدة يومية حملت اسم الفجر. حالياً تدافع عن التطبيع مع إسرائيل كما يقول البعض، وترى فيه سبيلاً لحل القضية الفلسطينية. أهلا بكم في السؤال الصعب. أرحب بضيفتي الإعلامية حدة حزام. مرحبا بك سيدتي، أهلا بك في السؤال الصعب على سكاي نيوز عربية. مساء الخير، شكرا لك، شكرا لك على هذه الاستضافة. أبدأ معك سيدة حدة حزام مباشرة بفقرة حق الرد. طبعا أول ما يتبادر للذهن في الحديث معك قضية التطبيع مع إسرائيل، آخر معاركك في السوشيال ميديا بمقالك الذي كتبته قبل نحو شهرين، أثرت استنكار واستهجان العديد من الجزائريين بدعوتك لأن تنظر الجزائر إلى مصالحها وتحدد موقفها من القضية الفلسطينية من جديد. هل تعتقدين بأنه سيأتي اليوم على الجزائر الجديدة وتعيد النظر في علاقتها مع إسرائيل وفي دعمها للفلسطينيين؟ أنا أعتقد أن دعم الجزائر للقضية الفلسطينية هو باقي دائم ولا ليس هناك قضية للتجديد، وإنما هو ثابت مثل ما قال رئيس الجمهورية في خطابه الأخير لجمعية الأمم المتحدة. لكن أنا طرحت سؤال، إلى متى نبقى نقول وحدنا في العالم العربي نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة؟ هذا المقولة التي أستنكرها، لأننا نقف مع المظلومين وليس مع الظالمين، والقضية الفلسطينية هي قضية شعب عادل وهي قضية شعب مظلوم. أما طرحت سؤال رأي في التطبيع، لم أدعو للتطبيع مثل ما قال البعض ومثل ما تم تأويل المقال، وإنما قلت هل الجزائر الجديدة مطالبة بمراجعة مواقفها مع كل شعوب العالم ولما لا مع الشعب الإسرائيلي؟ لكني لم أدعو صراحة إلى التطبيع، لأن وأعتقد أن أهم ما جاء في هذا يعني ما يلخص هذا الموقف هو ما قالته الصحافة الإسرائيلية عندما قالت أن التطبيع سيكون مع الشعب الفلسطيني، لأن القضية هي قضية إسرائيل مع الشعب الفلسطيني. طيب سيدة حد حزام، وليست قضية إسرائيل مع الشعوب الأخرى. سيدة حزام، أنت قلت عبارة لسنا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، لكن أنت تعرفي أن الجزائري تربى منذ نعومة أظفاره على شعار الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. برأيك هل الإشكالية تكمن لدى الشعب الجزائري أم لدى القيادة الجزائرية؟ أعتقد أن هذه الفكرة زرعتها القيادات الجزائرية المتعاقبة في أذهان الجزائريين، وربطت بالقدس وربطت بالدين الإسلامي على أن القدس هي رمز الإسلام، وهذا مبدأ خاطئ. وأعتقد أن المقولة في حد ذاته هي مقولة خاطئة. أنا أقف مع الشعب الفلسطيني بما يطلبه منا الشعب الفلسطيني، ولن أدافع على فلسطين ولن أحارب إسرائيل محل الفلسطينيين، لكننا
ندعم القضية بما هو يطلبه منا الشعب الفلسطيني. إذا قال نذهب إلى السلام ندعم ذهابه إلى السلام، وإذا قال نذهب إلى الحرب ندعم ذهابه إلى الحرب. لكننا لسنا فلسطينيين، وأعيدها وأكررها، لسنا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين. بل الذي أعتقد أن من خذل القضية الفلسطينية حاليا هم القادة الفلسطينيين، وهذا لا ينقص من حقيقة وشرعية القضية في شيء. ولكن كيف تقنعين الشعب الفلسطيني بذلك، بأن الرئيس محمود عباس نفسه يعني اعترف بإسرائيل هو والسلطة الفلسطينية؟ هل تعتقدين بأن حقائق مثل هذه لابد من أن تلقن من جديد؟ لابد أن تردد وأن تقال ويعاد تكرارها في الإعلام، وهذا يعرفه الفلسطينيون قبل غيرهم. محمود عباس صعد منبر الأمم المتحدة وقال أنا أعترف بدولة إسرائيل، وقال أن أمن إسرائيل هو من أمن فلسطين، وقبله أبو عمار أو ياسر عرفات ذهب إلى أوسلو ووقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وفي حد هذا في حد ذاته اعتراف بإسرائيل وبوجودها، وأن لآت الثلاثة لآت الخرطوم الثلاثة لم يعد لها يعني مبرر من الالتزام بها، لا للتطبيع ولا للاعتراف ولا للسلم. كل هذا صار من الماضي، وأول من داس على هذا المبدأ هم الفلسطينيين أنفسهم. بما أنك قبل قليل سيدة حدة حزام ذكرت العنصر الديني في هذه القضية، هل تعتقدين بأن الجزائريين يرفضون هذا الأمر من منطلق الديني برأيك؟ نعم، هم يعتقدون أن القدس هي ثاني القبلتين، وبالتالي من واجب كل المسلمين الدفاع عليها، وهذا هذه الفكرة زرعت في رأس الجزائريين منذ حرق المسجد الأقصى سنة 67 على ما أعتقد، لا أتذكر جيدا التاريخ، ومنذ ذلك الوقت والجزائريون يجمعون التبرعات من أجل القدس، وبالنسبة لهم هي قضية الدين، وهذا مبدأ خاطئ، لأن القضية الفلسطينية دافع عليها غير المسلمين، ودافع عليها غير العرب، ودافع عليها أيضا مواطنين إسرائيليين، دافع عليها إسرائيليون ويهود أكثر من دفاع الكثير من العرب على هذه القضية. بما أنك ذكرت هذا الجانب الديني، لابد من الحديث عن التعصب والفكر الأصولي. هل تخشين على الجزائر من هذا الفكر الأصولي الذي تسبب في أزمة العشرية السوداء أو ما يوصف بالعشرية السوداء؟ أعتقد أن هذا ما زال الصراع أو الإيديولوجيات المتطرفة ما زالت موجودة في الجزائر مثل ما هي موجودة في كل العالم العربي، والمشكل هو الذي يجب أن يتصدى لهذا الفكر الأصولي المتشدد المتطرف الذي يعني عشنا على أرعب الجزائر منذ أكثر من عشريتين من الزمن. هو يجب إعادة النظر في المناهج التربوية، لأن المدرسة الجزائرية لسنوات عديدة كانت هي من تفرخ الإرهاب ومن تفرخ التطرف الديني. ولكن هذا كلام خطير سيدة حدة، سيدة حدة حزام وضحي وضحي أكثر. الجزائر كانت تفرخ هؤلاء الإرهابيين بمدرستها، هل تتهمين بأن يعني التعليم في الجزائر هو ما تسبب بهذه الكارثة؟ المدرسة الأساسية لسنوات عديدة، نعم، المدرسة الجزائرية توجه لها أصابع الاتهام، لأن مناهج التربوية في التربية الإسلامية هي مناهج تربوية متطرفة، صحيح أعيد النظر فيها، لكن من يسيطرون على المدرسة الآن ويبتزون السلطة بالمدرسة وبمصير التلاميذ أغلبهم من يعني من نقابات الإسلاموية التي كانت تنشط سنوات التسعينيات تحت جناح الحزب الإسلامي المحل، وهناك طيب لماذا ما زال هؤلاء يسيطرون؟ لكن الصراع على المدرسة، لماذا ما زال هؤلاء يسيطرون على التعليم؟ نعم سيدة حدة حزام، لماذا ما زال هؤلاء يعني يسيطرون على التعليم؟ ما زالوا موجودين بقوة في المجتمع، وهذا نعم تفضلي تفضلي.
نعم سيدة حد حزام، أعيد السؤال من فضلك. يعني قلت لك لماذا ما زال هؤلاء من وصفتيهم بالنزعة الإسلامية ما زالوا يسيطرون على التعليم في الجزائر، على الرغم من يعني جاءت مرحلة في الجزائر، الجزائر الجديدة، يعني تم فيها فصل الدين عن الدولة في الكثير من المجالات. أرجعي فقط للسنوات القليلة الماضية لما كانت الوزيرة بن غبريت على رأس وزارة التربية، كل الحرب التي شنها هذا التيار عليها هي يعني كانت إلى حد تسريب أسئلة الامتحانات، استعملوا كل الوسائل لضربها، لأنها حاولت أن تخرج بالمنظومة التربوية وبالمدرسة الجزائرية من تحت جناح التطرف الإسلامي، لكن ما زال موجودة، ما زال الفكر، هذا الفكر يسيطر، لكن أعتقد هو في تناقص وفي تراجع ولن يستمر طويلا. شكرا لك سيدة حدة حزام، أعطيناك حق الرد فيما يتعلق بهاتين النقطتين. ننتقل بك الآن لفقرة السؤال الصعب. سيدة حدة حزام، من جديد هذه المرة هناك اتهامات موجهة إليك، يصفك البعض بأنك مع النظام، في الوقت نفسه أنت ضد النظام وقت ما يحلو لك، كيف تردين على هذه النقطة؟ أنا لست مع النظام، أنا مع الدولة الجزائرية، وأنا أدافع على المواقف الإيجابية لما تأتي من السلطة، مواقف إيجابية أدعمها، ولما تكون هناك مواقف سلبية أنتقدها. أنا لست حزب سياسي معارض، وإنما أنا صحفية أكتب بكل حرية ودعم الفكرة الإيجابية وأنتقد بقوة الفكرة السلبية، ولم أكن يوما مع النظام، بل كنت ضحية يعني العصابة التي يعني كانت تسيطر على مقاليد الدولة لمدة 20 سنة، وكنت ضحية هذه العصابة، ومنعت من الإعلانات، ومنعت من التمويل، وصدرت يعني حتى تم توقيف جريدتي عدة مرات، كل هذا لأنني لا أجامل، وإنما أنتقد حتى الآن السلطة الحالية، أنا أنتقدها وأنتقدها بشدة في كثير من المواقف. أرجو أن يتسع صدرك للسؤال المقبل. هناك اتهامات تتعلق باستيلائك على 5 شقق سيدة حدة حزام منحت من وزارة الإسكان في السنوات الماضية لصحفي الفجر، وهي صحيفتك، أنت مدير التحريرها، وقمت بتوزيعها على أقاربك. يعني هل ما كانش منها أدس أبي؟ أنا شخصيا لا أملك بيت في الجزائر ولا في غير الجزائر، وهذه الشقق لم تمنح لصحفيين، ولم تكن هناك، ولم تمنح وزارة السكن أي شقق لصحفيين، وإنما أنا ساعدت بعض العمال وبعض الأشخاص لا علاقة لهم بالفجر على يعني الحصول على شقق، وليس لأقاربي. أنا أسكن في شقة ليست ملكي، وشقيقتي تسكن في بيت مأجور، ولا أحد من أقاربي استفاد من سكن، وإنما تدخلت من أجل بعض الوضعيات الاجتماعية الصعبة، وساعدتهم في الحصول على سكن، وهذا حق كل المواطنين، وإنما كانت لدي فقط كل ما قدمته هي خدمة لوجه الله لا غير، وجمعت بعض يعني يبدو بأن كانت مرمية في سيدة حدة حزام، يبدو بأن الخبر عار عن الصحة، هكذا أفهم منك، ولكن يقال بأنك لم تكوني أبدا. أنا شخصيا من يأتي بسكن يأتي به لنفسه أولا، أنا لا أملك سكن. واضح، وضحتي هذه النقطة في السؤال الصعب، التحقق من ذلك. ولكن هناك أيضا من يقول بأنك الآن أصبحت تمتلكين ما يقارب 40 مليار سنتيم في البنوك، وأنت حين كنت في بداية مسيرتك، حين افتتحت صحيفة الفجر، لم يكن في حسابك يعني سنتيما واحدا. يعني
هل يعني أولا أنا نريد الآن في حسابي لا يزيد عن 30 مليون سنتيم. هم يتحدثون لدي أنا لم أملك يوما مليار سنتيم، لم حبيبتي أنا لم يصل رصيدي في حسابي الشخصي يوما 100 مليون، لم يصل منذ مسيرتي المهنية. أنا لدي فقط راتب وكثير من الأحيان لا أتحصل عليه بسبب الصعوبات المالية، واضطررت للاستدانة وبعت سيارتي. أنا الآن لا أملك سيارة وإنما أستأجر سيارة أسير بها، ليست لدي سكن، وبعت كل مجوهراتي. وأنت تعرفين نساء الشرق وأهمية المجوهرات بالنسبة لنساء الشرق الجزائري، لا أملك أي حتى المجوهرات بعتها ولا أملك شيء في الجزائر، وليس فقط ربع مليار. لا عمري ما وصل لي في رصيد الجريدة لم يصل يوما مليار سنتيم. من أين لي كل هذه الملايير؟ هذه فقط لاتهامات عارية من الصحة ومحاولة لمس بسمعتي وبحريتي وبحرية قلمي، وهذا أمر يعرفه أحرار الجزائر جيدا، ولا يهمني ما يقول الكذابون. إذن لا يهمك أيضا من يقول سيدة حد حزام أنك في فترة من الفترات عرضت نظام أو فترة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ العهدة الثانية، هذا مشهود لك فيه، وشاركت في وقفات عديدة كانت تنظمها حركة بركات المناهضة لاستمرار الرئيس في الحكم. لكن الآن يقولون بأنك تطبلين لعهد السيد عبد المجيد تبون. هم يعني بالنهاية يريدون أن يعني يربطوا صفة الاستغلالية في شخصيتك، لماذا؟ أنا لست استغلالية أبدا، ومقالاتي ما زالت سقف الحرية عالي فيها كثيرا. ربما لم أنتقد بشدة الرئيس تبون لأنه لم يتم بعد سنته الأولى، وأتت يعني الكثير من المصالب منعته من تطبيق برنامجه، قضية الكورونا وقضية انهيار سعر البرميل، لكن لم أطبل أبدا. وبإمكانك مراجعة كل مقالاتي، لن تجد يوما واحدا أنني قلت شيء إيجابي ولا حتى سلبي بالنسبة لما يقوم به تبون، لكنني انتقدته بشدة في سجن، في قضية سجن بعض الصحفيين، وقلت أن لما شاب في مدينة من المدن الداخلية يعني تظلم الدنيا في عينيه ويقول شيئا على فيسبوك، لماذا هذا الشاب يسجن في عهد تبون وفي عهد الجزائر الجديدة؟ بالعكس أنا لم أتقرب أبدا من تبون، وإن كانت علاقتي به قبل الرئاسيات كانت جيدة، وأنا عوقبت بسبب موقفي في الدفاع على تبون لما كان وزيرا أولا وظلم من قبل العصابة. دفعت ليس على الشخص وإنما على مبدأ وعلى شخص مظلوم، سواء كان اسمه تبون أو حتى سعيد بوتفليقة في حد ذاته، لو كان فيه مظلوما لكنت دافعت عنه. معروف عنك يعني دفاعك المستميت عن الليبرالية أو ما يسمونه أيضا بالعلمانية، يعني حتى في منهم من يتهمونك وكأنها تهمة، وعدائك الشرس أيضا لكل ما هو متطرف ويستغل الدين. أين تقف الجزائر من هذين التوجهين برأيك سيدة حزام؟ الجزائر صعب تحديد أين تقف الآن من هذا. هي الجزائر الرسمية ترفض التطرف الديني، وحاربتنا الجزائر أول من حاربت الإرهاب بقوة والتطرف الديني، وسمته أنه تطرف مرتبط بالتفسير الخاطئ للشريعة الإسلامية، وما زالت ضد هذا. لكن هناك تيارات تتصارع في المجتمع الجزائري مثل ما تتصارع في كل المجتمعات العربية الإسلامية، هناك تيار وهابي وهناك تيار إخواني
يعبدوا أردوغان، وهناك تيار ما زال بعض بقايا التيار اليساري، كلها موجودة في المجتمع الجزائري وتتصارع خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي، ولكن ليس بالقوة وليست بالشراسة التي كانت عليها سنوات التسعينات. ولكن لديهم امتدادات شعبية، يعني حين تذهبين للعمق الجزائري هناك امتدادات شعبية لهذا الأمر، وحدثت لك أزمة في ولاية ورقلة بسبب هذا الأمر، هل ممكن أن توضحيها؟ نعم، في قضية ورقلة كان هناك نوع من التأويل، لأنني أنا دفعت عن وقفة سكان ورقلة وقلت أنهم في حاجة إلى تنمية حقيقية، وفي حاجة إلى كهرباء، وإلى حاجة إلى مدارس وجامعات وكل يعني مشاريع سكن، كل هذا، لكن الصلاة في الشارع، صلاة المغرب في الشارع التي كانت نوع من استعملوها نوع من الاحتجاج على برنامج ثقافي أو ترفيهي سجلته الوزارة في الولاية صيف 2018، قلت هذا خطأ. والصلاة في الشارع رأيناها سنوات التسعينات، بدأت بصلاة في الشارع وانتهت في انتهى المصلون في الجبال وكانوا خرجوا وأصبحوا إرهابيين وقتلوا الجزائريين وألحقوا الويلات بالشعب الجزائري. قارنت هذا بهذا ففهم بأنني ضد ناس سكان ورقلة، وتم تأويلها وتم طالب، حتى أن هناك تم جمع توقيعات لمتابعة قضائي، لكن انتهت الأمر بدون أي شيء. فقرة السؤال الصعب انتهت، ننتقل سيدة حد حزام إلى فقرة العد العكسي. الإعلامية حدة حزام، فقرة العد العكسي معك تعتمد على الإجابات السريعة والمختصرة، معك 60 ثانية للإجابة على كل سؤال أو أقل، يعني ما في مشكلة. أبدأ معك بالسؤال الأول، لو كان بيدك إزالة مادة من الدستور الجزائري ما هي؟ أزيل مادة الإسلام دين الدولة، لأن الإسلام هو دين الإنسان وليست الدول هي التي تدين بالأديان. ألا تخشين بأن ألا تخشين سيدة حد حزام بأن هذا الأمر قد يأتي لك بويلات ليس فقط من الشعب الجزائري حتى العالم العربي؟ هم أحرار، أنا أقول رأيي وقلتها مرارا يعني. أها، والمادة التي تحرصين على إضافتها في الدستور الجزائري؟ هو إزالة يعني تهم والتحريض ضد الدين وكل ما شابه ذلك، ومتابعة تهم المتابعة أي من يقول رأيه في العدالة، هذا ما أريد. ليست لدي المادة، ليست في ذهني بوضوح، لكن أريد أن تكون هناك الحريات مضمونة في الدستور الجزائري. فيما يتعلق بالتعليم سيدة حد حزام، خاصة حرية المعتقد، نعم، فيما يتعلق بالتعليم، نعم. هل يعني برأيك لابد من إزالة، خصوصا في التربية الإسلامية، إزالة ربما بعض النصوص الدينية أو تجديدها؟ نعم، أنا مع إزالة بعض النصوص الدينية أو تقليل حجم الدروس التربية الإسلامية، خاصة في سنوات الامتحان مثل البكالوريا، لا أرى سببا في إدراج هذه المواد للممتحنين. لكن هناك مبادئ أساسية، مبادئ العقيدة السمحاء لابد من إدراجها، ولكن مثلا عذاب القبر وكل ما شابه ذلك من دروس يجب أن تلغى، لأنها تثير رعب الأطفال أكثر من ما هي
ترغبهم في الدين المتسامح والدين الذي فيه يعني هو متفتح على الإنسانية، وإنما يجب إزالة كل ما هو ضد يعني أو يكفر الآخر أو مواد قتل المرتد، كل هذا أريد أن أتمنى أن يلغى من مواد التربوية. ما تفسيرك لانتشار الحجاب في الجزائر بهذا الشكل، لدرجة أنه غير المحجبة في كثير من الأحيان توصف بأسوأ الصفات؟ أعتقد أنه صار ظاهرة اجتماعية أكثر من هي ظاهرة دينية. صحيح أنه ظهر مع التيار السلفي في بداية نهاية السبعينيات خاصة، لكن حاليا هو ظاهرة اجتماعية أكثر، هي موضة أكثر منها يعني وازع ديني. والكثير من المحجبات لا علاقة لهم بأخلاق المسلمات، وأحترم كل من لها يعني من تختار الحجاب والتي لا تختار الحجاب عندما تختاره عن مبدأ وعن قناعة، أحترم رأيها، وهو في الكثير من المداخلية هو غطاء يعني الفقر، الكثير من الفقيرات ليس لديهن الإمكانيات لشراء اللباس يعني العصري، وهذا يعني أمر هو اجتماعي أكثر من ما هو ديني. وحدهم القبائل سيحرروننا من الغوغاء، هذا كلام قلتيه، هل ما زلت تؤمنين به؟ نعم طبعا. نعم، نحن فقط لنوضح سيدة حد حزام، القبائل في الجزائر هم الأمازيغ، فقط لنوضح للمشاهد الذي يسمعنا، القبائل في الجزائر هم نعم الأمازيغ. أقول نعم. لهذا عن منطقة القبائل، عن الكثير من مناضلين من منطقة القبائل، وما زلت مؤمنة بذلك، وإن كنت أعارض الكثير من تطرف في منطقة القبائل. أيضا هناك تطرف عند بعض الأمازيغ أنتقده بشدة، أيضا أنا أنتقد كل أنواع التطرف، لكن لا أحد ينكر النضال الذي قدمه المناضلون الأمازيغ سواء حاليا أو حتى في الثورة التحريرية، هذا لا ينكره أحد. بماذا تصنفين أو في أي إطار تصنفين المعارضة في الجزائر؟ أعتقد أنها المعارضة هي تمشي بأوامر، المعارضة هي مثل الموالاة، هي أيضا يعني تستجيب لبعض الأطراف سواء في السلطة أو في خارج السلطة، وهي ليست لم تقدم في السنوات الأخيرة أي بدائل، وإنما يعني أعتقد أنها عطلت الكثير ورفضت مثلا يعني المشاركة في حوار وطني أو إطلاق حوار وطني لإيجاد مخارج للأزمة. في كثير من الأحيان صارت يعني تعرقل إيجاد الحلول أكثر من تقدم الحلول والبدائل. شكرا جزيلا لك الإعلامية وصاحبة الرأي الحر كما توصف حد حزام، إن شاء الله تمر الحلقة على خير ولا تثير تلك الضجة التي أثارها مقالك عن التطبيع. شكرا جزيلا لك سيدة حد حزام في السؤال الصعب على سكاي نيوز عربية. عفو، شكرا لك أنت. شكرا. إذن شكرا لمتابعينا، يمكنكم مشاهدة الحلقة والحلقات السابقة على المنصات الرقمية لقناة سكاي نيوز عربية. شكرا.